اللي يجملهم. يأثر فيك كلام الناس يا محسن؟ شوف يأثر في من ناحية المدح، أنا ما داني المدح يبو هالذات. إيه. اللي يمدحني الواحد ماني بحبها، لكن اللي أنا واثق من غلاه اللي يسبني يعتفر إنها مدح. والسبه من العدو ترفعني. الله. طيب زملائك الشباب يأثر فيهم كلام الناس الموجودين؟ من هم؟ أخوياك المتسابقين. شوف هو فيه 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 شباب يأثر فيهم الكلام. ويأثر فيهم الجوال. والناس فاهمينهم عارفينهم. طيب كيف يعني اقترح لنا طريقة نتعامل معهم؟ معهم؟ إيه. خلك على المجنون لا يجي كجن منه. أنا يمكن لو كلمته في الموضوع ذا يمكن بعد يشين أسلوبه معي، ولا بعد خله على كلام متابعينها اللي هم يدعمونه يوجهونه نوعا ما. وأنتم تعرفونهم تكشفونهم؟ واضحين واضحين لنا وللشاشة. طيب ليه ما تنصحهم وتحاول تقول تراكم واضحين، حاولوا تكونون على طبيعتكم؟ احنا بلشنا مع العالم الصحيح، مع العالم المرضى يا ابو هذان. ايه؟ فهو الواحد اللي في مزاجه يبي يسويه ما راح يثر فيه كلام. ايه؟ ما وصلوا لهالدرجة يعني يشوف فيهم ان الكلام مو بنافع ذي. اتمنى انهم يعني تمنونهم يطلعون في اقرب رايب، ولا هم معطين جو للنسخة؟ لا والله هم انجلسوا وراحوا، وجودهم وعدمهم واحد، ما علينا منهم. توقع انهم يكونون لهم مراكز في النهاية؟ انا اتمنى لهم مراكز لصالحهم هم، ولا ما راح يضرون لمحسة ولا راح ينفعهم. لا في النهاية اتمنى راح ياخذون مراكز الاول ثاني. ما راح يبطون، ما راح يبطون في البرنامج. يعني اشوف يعني بعضهم ذكي في يعني مخاطبة مع الكاميرا. هو يمكن هو ذكي، الجمهور اذكى، ذكي في تكوين قاعدة جماهيرية. نتمنى لها التوفيق، ولكن اسماء دائم في فتاقات متكررة، ما راح يروح بعيد. واللي انا اقولهم هم فتاقات. كيف هم فتاقات؟ اساميهم هي فتاق نهائي نهائي، مرة مرتين ويختفوا. طيب علمنا سلبية واحدة في هالبرنامج شافها محسن ويتمنى انها تتعالج في البرامج القادمة. اسمه جنون العظمة فالإنسان، هذه ما تصلح. ان الواحد يشوف انه هو اللي في اللبشن، وهو اللي ما حد قده، وهو اللي اذا جاء في جلسة هي بيطلع على الكاميرا، وهو اللي السالفة لو جبتها انا جاب له سالفة مثلها وغير الفرسان اللي فيها. فهذا يشوف انها مش مأزة جدا. جنون العظمة اني اشوف انا اقوى واحد، انا اقوى واحد وهو ولا شيء. وافضل طريقة للتعامل معهم؟ استفهام. بس بيتمادون؟ اللي يتمادى والعقال موجود. نطلع مقطع العقال ولا نخليه؟ على كيفك، هو هذا اللي تبي. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا بنشوف الحين صورة لك. تم. مع ولا خلنا نشوف الصورة. طبعا محسن كان لاعب في أحد الأندية، خلنا بنشوف الصورة. وش تعليقك محسن على هالصورة؟ هذه الصورة ألا ليت الزمان يعود يوما. هذه يمكن عام 1433. أيوة. في الطائف في ملعب الحوية. إيه. كنا نلعب مباريات في الدرجة الثالثة، وكانت هذه الصورة من ضمنها. والله طولت وانت تلعب في النادي؟ تقريبا من سادس ابتدائي إلين بعد ما تخرجت من الثانوي بسنتين. أنت ما كملت جامعة؟ لا ما كملت جامعة. الله، جامعة الحياة تتعلم. جامعة الحياة تتعلم، صدقت. نعم. نشوف الصورة الثانية. كم كان عمرك وقتها هنا؟ هذه قبل أدخل برنامج 6 شهور. يعني الصورة هذه سببت لك موقف محرج مع أخوياك؟ مهم مع أخوياي، حنا كنا يطيل العمر كنا في رماح عند البل. إيه. في
طقنا أغراض من المحطة. حلو. وأنا مخلي شعري على طبيعته، لاني أمشط ولاني أقص ولاني بسوي فيه شيء. فكان العالم ينظروا لي منظر شبهه. مرة عند المحطة وقفتنا الدوريات. تشوف إن هذا كويس إنك بالشكل هذا تطلع؟ بالشكل هذا. إيه؟ والله إني كنت مبسوط جدا وتمنيت إني ما حلقت الشعر. لا، وش حد وش حدك إنك تحلق؟ رحت للحلاق أبغاه يضبط الشعر اللي على ما قالوا ميت وزي كذا. الناس أثروا فيك خلوك تغير؟ لا والله ما أثروا فيه. لا والله طيب. ما أثروا فيه حتى لدرجة إن أبوي كم مرة يقول ميدي حلق يا محسن، شكلك مو بعاجبني. وقل يا أبوي ما في شيء. وأبوي يشوفني إني أنا لاحظت قصات ومخليه على وضعه ذا. معجبه ولا هم معجبه. طيب اسلم. رحنا للمحطة، كان وقت أيام كورونا. إيه. وقفونا الدوريات وعقدونا في الموضوع كله مني أنا. طيب. قالوا أنت ماخذنا الحصان، مو بالحصان هذه الجرعة حقت كورونا. إيه. أنا هابلت قالوا لي الحصان. فقلتيه قال طيب ورنا الجوال. أنا ما حملت لا توكلنا ولا حملت حاجة. طيب. ضغطت على الأب ستور حملت التطبيق ولا إزالها لا إعدادات ولا شيء. فعطيت جوالي العسكري قلت أنا ما أعرف الجوال، أدخل توكلنا وتلقاني محصن. طيب. قال عطوه بإثباتاته وعطوه جواله وقلب وجهك أخوي شاف العمر على طيب شوف الصورة الثالثة.